أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج الخاص بمناسبة الذكرى العاشرة لتزكية سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. تحتفل الكويت بمناسبة مرور 10 أعوام على تولي سيدي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد، وهذه مناسبة قالية على قلوبنا جميعا من مسؤولين ومن مواطنين لما يقدمه سموه من أعمال وإنجازات كبيرة في خدمة الكويت. أبرز محطة هي أن يكون عضدا لصاحب السمو أمير الباد حفظه الله ورعاه، أن يكون عضده هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهذا له معنى كبير خاصة في ضوء التحديات التي مرينا فيها في السنوات القليلة الماضية. اختاره حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ليكون سنده وعضيده ورفيق دربه في نهضة الكويت لتكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة. إنه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصا للأمير. مبروك، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. تكون عون لي فيه كل الله وعافيه سموك طول عمرك، يكون ذراعك الايمن ان شاء الله كل خدمتك بروحنا خدمتك خدمه وطننا يا رب. إن الإجماع الشعبي والبرلماني والسياسي على مبايعة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد جاء من معرفة أبناء الكويت بشخص سموه ومعايشته لهم بجميع أمورهم واهتمامه البالغ بمشاكلهم، وقد أضاء ذلك مسيرته بنور الحب والوفاء والولاء من أهل الكويت. الشعب الكويتي بأسره أجمع على حبه وارتباطه الوثيق مع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث ترعرع الشعب الكويتي على مشاهدة سموه في مناصب عدة تقلدها ونجح فيها، وكان بمثال الأب الحنون للشعب الكويتي. دائما وأبدا كان يركز دائما على الكويت أولا وأخيرا، كان يركز على الشعب الكويتي، يركز على المواطن نفسه، كان يخلق فينا التواضع والإخلاص والمحبة والوازع الديني. لطالما حظي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمكانة آسرة في قلوب أبناء الشعب الكويتي من مختلف الشرائح الاجتماعية. سموه يخدم بلده كبداية من أي موقع. إذا كنتوا عارفين لو نرجع قبل الأزمة، كان وزير الداخلية ثم تقلد لوزير الدفاع، وبعد الأزمة استلم وزير الشؤون، ومن وزارة الشؤون أيضا انتقل إلى وزارة الداخلية مرة أخرى. ما في شك المناصب هذه خدم فيها بلده، خدم فيها مواطنينه الكويتيين على أكمل وجه. سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تقلد مناصب عدة، من أهمها أنه كان محافظ لحولي، وكان وزير للداخلية ووزير للدفاع ونائبا لرئيس الحرس الوطني إلى جانب أخيه سيدي سمو الشيخ سالم علي الصباح. وقد
يعني كانت المسيرة التي سار عليها مسيرة طيبة. سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أحد الشخصيات السياسية العامة والمهمة التي قدمت الكثير والكثير للوطن وللمواطنين. تاريخه السياسي يمتد لسنوات طويلة مسخراً قدراته وإمكانياته للمصلحة العامة، فكان سموه دائماً رجلاً قادراً على حمل وتحمل كل المسؤوليات التي كلف بها، وكان سخياً دائماً في عطائه. هذه الحقائب الوزارية ترك بصمات كبيرة سموه، سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو كل الحقائب الوزارية، والقاصي والداني يعلم في الكويت ما هي الإنجازات والإضافات التي أضافها سموه في هذه الحقائب الوزارية، وبالتالي تقلد مثل هذه المناصب الوزارية بكل تأكيد ستكون لديه تختمر خبرة كبيرة بوجوده في منصب ولاية العهد. هو قائد مستمع جيد، متأني في قراراته، لكن قراراته حازمة وحاسمة في نفس الوقت. هو متسامح لأبعد الحدود، ولكن ما يرضى بالخطأ ولا يرضى بالقصور في توجيهاته. كان طبعا همه أمن الكويت، المكان المحافظ، بداية مكان محافظ زين، وهو محافظ كنا نراه، احنا كنا ضباط صغار في ذاك الوقت، كنا نراه في بعض الليالي يكون في دورية موجود يتفقد الأمن في محافظة حولي، لأنه كان محافظ حولي. سمو الشيخ نواف الأحمد لم يشعر المحيطين به أو المتابعين له أنه صاحب سلطة ومركز ونفوذ، وإنما أعطى مثالاً حياً للمسؤول المحب المعطاء المتواضع. وقد تعلم كل هذه الصفات في بيت أسرة الحكم التي ربت الأبناء على الحب والعطاء والتواضع. فالأمور التي تمس أمن الكويت كان حاسم فيها، وكان شجاع في اتخاذ القرار، ولا يتأخر ولا يتوانى ولا يسمع في أمن الكويت. لا نجد سمو ولي العهد إلا كأب حقيقة، ولذلك أيضا يعني تميز سموه بأن لا يفوت فرصة إلا ويذكر مثلا الأمور الإيجابية التي يتحلى بها الوزير أو يتحلى بها النائب، وسبحان الله قد يدخل يعني المسؤول عنده وهو غافل عن بعض الأمور فيذكره سموه، يقول بارك الله فيك ترى تابعت مداخلتك مثلا في مجلس الأمة، تابعت المشروع الفلاني، تابعت القضية الفلانية. وهذا الحقيقة يعني يخرج الإنسان منه وهو مستشعر والافتخار ومستشعر الحمد لله يعني الثناء والإطراء اللي ناله. ملازم لأمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وأيضا مع شقيقه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووجوده مع مدرستين، مدرسة الشيخ جابر أمير القلوب المدرسة الاقتصادية الكبيرة، ومدرسة أخرى مثل مدرسة الشيخ صباح الأحمد قائد الإنسانية وأمير الدبلوماسية على مستوى العالم، أكيد ولدت لديه خبرات ثابتة وراسخة وعميقة. سيرة ومسيرة الشيخ نواف الأحمد تعكس مدى عطاء هذا الرجل وخبرته التي جعلت منه رجل دولة من الطراز الأول. هو أولا متواضع، يعني تواضع كبير، ابتسامته لا تفارقه وطيبته واضحة، ولكن من خلال هذه الطيبة والتواضع هناك حزم كبير فيما يخص الأمور الأمنية، ولا يقبل في التجاوزات القانونية أبدا. دائما أنا أدش عنده وأقول له عندي هالموضوع الفلاني، قال لي شوف في خدمة المواطن، قلت له نعم، قال اللي في قانون وخر عنه، سولي مذكرة ونعرضها على الشؤون القانونية ونوصل حتى إلى مجلس الأمة نبدل، وإذا في أمر يخص المواطنين وأنا يعني أصدر فيه قرار وزاري أنا مستعد.
فهذا كان حريص جدا على 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 خدمة الوطن وخدمة والسهر على خدمة المواطنين. يعني رجل دولة بما تحمله هذه الكلمة من معنى، رجل دولة من الطراز الأول. يعني لما لا، وهو الذي ترعرع ويعني نشأ في كنف والده يعني حاكم الكويت السابق المغفور له بإذن الله تعالى أحمد الجابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه، وأيضا بين يعني أخويه أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وأمير الدبلوماسية وقائد الإنسانية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أسأل الله يحفظه ويطول بعمره. لا شك يعني أن يعني وجوده في كنف هذه يعني الأسرة الحاكمة ويعني يعني هؤلاء القادة الكبار يعني أضاف إليه يعني العديد من الصفات والسمات وعلى رأسها الحكمة. مع تدرج سمو الشيخ نواف الأحمد بين المناصب والمراكز ومع مرور الأيام والسنين تراكمت قصص ومآثر كثيرة عن نبع الإنسانية والتواضع، يتصرف مع كل أفراد الشعب كأبنائه وإخوانه وأخواته لا يفرق بينهم. وضع انطباع الحقيقي الكل يشيد فيه بتواضعه مع مواطنينه الكويتيين وغير الكويتيين من المقيمين أيضا، يخدم باللي يقدر عليه، يساعد المواطن، يستقبله، يحل مشاكله، وبالتالي أنا أعتقد والناس تتكلم بأنه حقق إنجاز عائلي ما بينه وبين المواطنين، وبالتالي أنا أشوف كان وزير بالنسبة للمواطنين، كان أب بالنسبة للمواطنين، وكان أخ كبير بالنسبة للمواطنين، وبالتالي عطى انطباع أبوي أخوي لأهل الكويت. هو لديه حس إنساني راقي متواضع محبوب من كل من يتعامل معه أو يتعرف عليه أو يعرف عن قرب، فشخصيته الحقيقية متعددة، وأسأل الله يطول بعمره. هو الآن أنا في اعتقادي أنه هو الرجل المناسب في المكان المناسب. شخصية سمو ولي العهد جدا مميزة، وهذه الشخصية تجمع بين القوة وبين الرأي السديد الحكيم وبين أيضا الجانب الآخر، وهو الجانب اللي فيه تواضع وفيه عفوية، بمعنى أنه يخالط الناس وكأنه واحد الحقيقة من الشعب الكويتي، من الحقيقة الناس اللي يعني نخالطهم، سواء عندما نذهب إلى أفراح نذهب إلى أتراح نحتك بسمو حفظه الله، لا نجد إلا أن رجل حقيقة قمة في التواضع. لو تعرف الناس إن ما بقلبه يتسع لمحبة هذه الناس، يحبهم يمكن أكثر مما هم يفكرون في حبه. حب الشيخ نواف الأحمد سر من أسرار الكويت يستحيل أن تفك رموزها. يبا 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 يا حلو كلمة يبا لما نناديك هلا 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 يا هلا ومرحبا كل الهلا فيك كل الهلا فيك يبا 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 يا حلو كلمة يبا لما نناديك صرت صباح الرجل الطيب بشخصه الجليل النبيل، والذي يعني عرف منذ القدم بتعاقب مناصبه الكثيرة حين بدأ
في انطلاقة شبابه، ونذكر منها أنه كان محافظا لحولي ومن ثم وزير الداخلية ومن ثم وزير الدفاع، وأيضا إلى ولاية العهد واستلم أعتقد مهام وزارة الشؤون فترة ما، فقدم إلى بلده وإلى شعبه يعني كثير من العطاءات والسجلات الحافلة. وما يحب أصلا هو يكون معاه موكب، يحب دائما هو يسوق سيارته، حتى ما يحب يكون معاه سايق لو ما الإجراءات بعد تولي المنصب وظروف الآن اللي تفرض عليه شوية نوع من الحراسة، ما يحب دائما هو يروح المسجد وبالليل ويصلي مع المصلين وعادي، يعني ما هي غريبة احنا نعرفه يعني، وممكن تلقى بالسوق ويشتري بضاعته أغراضه، يطلع على أحوال الناس، يشوف شو اللي قاعد يصير، يعني دائما هذه نشوفها في سموه، يعني إنسان أكثر من متواضع وأكثر من طبيعي، ويحب هو بنفسه مرات يطلع على بعض الأمور على أحوال الناس، ما يبي أحد ينقله، يبي هو يتلمس هالأمور. عرف الكويتيون في الشيخ نواف الأحمد اللين في التعامل والحزم الشديد في الحق، فأصبح اسم سموه لديهم حكما لا يقبل الطعن أو النقد أو الاستئناف، لأنه قرار نهائي صحيح ومدروس يضع مصلحة الكويت وأبناء الكويت فوق كل اعتبار مهما كانت الظروف. ومع كل هالطيبة اللي فيه والتواضع، إلا أنه صلف وشديد وحازم عندما يتعلق الأمر بأمن الكويت، فأنا كنت معه في أزمة الصامتة، كان يسهر الليل في الدوريات والتفتيش والمتابعة، فكان ما ينام في النهار اللي يمكن ساعتين أو ثلاث لا أكثر، وأيضا التفجيرات في الثمانينات كيف كان يتصدى لها عندما كان وزيرا للداخلية، وفي الغزو الغاشم على الكويت كنت أنا معاه من الغزو حتى أن الله كتب لنا النصر والتحرير، وأيضا تصديه للفئة الضالة أسود الجزيرة، هذه بعد تحرير الكويت اللي حصلت هنا كيف كان شديد وصلف لا يحمل في قلبه على الإطلاق يعني أي نوع من الغل أو الحقد أو الكراهية، أو فهو الإنسان المتواضع البسيط الطيب، وهذا انعكس أيضا على أبنائه كلهم يعني في هذه الطيبة وفي هذه التربية، وخير دليل على مكانته وما يقوم فيه أبنائه أيضا في أغلب مناصبهم، إضافة إلى مهامه ورئيس لمجلس شؤون الأسرة الحاكمة، ويعمل في يعني توجيهات وفي كل ما يستطيع أن يقدم سواء لأبناء هذه الأسرة، ولا يميز أحد عن أبناء الشعب، فهذا الرجل بمكانته وبتاريخه وبوضعه وبعطاءاته وبتواضعه وهدوءه وببساطته بالفعل يكرس اسم الشيخ نواف الأحمد. أب بمعنى الكلمة للمواطن الكويتي، وكان شديد جدا وحازم في المواقف اللي فيها حزم، وحنون حنون لآخر درجة في أي موقف تلاحظه أكثر من أب، يعطف على أشخاص ومواطنين بحبه وحنانه، أصلا نظرته للشخص اللي أمامه كأب له. الشيخ نواف الأحمد يجسد الإنسان المحب للكويت، العاشق لأرضها والمهموم بشعبها، فالكويت تسكن في قلبه وتهيمن على خاطره وتمتزج في دمه، لا يستطيع الابتعاد أو الاقتراب عنها، ولا يشعر بطعم السعادة بدون أهلها وبعيدا عن أرضها. كان لي سمو سيدي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ميزة خاصة في متابعته الإنسانية لقضايا المجتمع بشكل مستمر وفي كل الأوقات، وبالتالي هذه الذكرى الوطنية الطيبة تدعونا أن نقتدي بقيادات
مثل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التي قدمت وتقدم الكثير لتقدم وطننا الغالي الكويت. ولا أدل عن ذلك عن الدور الكبير الذي قام فيه سموه في تنفيذ توجيهات سيدي صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في تنفيذ الخدمة الوطنية العامة ومتابعة شؤون المواطنين والدولة في كل المناصب التي تقلدها سموه. وهو يعني الأب الحنون، الأب الطيب الذي دائما يشارك أبناء الشعب الكويتي بكل فئاتهم ومللهم، أفراحهم وأتراحهم ومناسباتهم، وقلبه مفتوح وبابه مفتوح، والعضيد الساعد الأيمن الأمين لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير في مهامه وفي ممارسة مسند الإمارة. سمو الشيخ نواف لديه كثير من يعني العطاءات والاختزالات الذي كرس فيها حياته بالسابق، حين تجلس معاه تحس أنك أنت قريب إليه. سمو الشيخ نواف الأحمد شخصية متميزة ومتفردة في مشاعره الإنسانية الطيبة والقوية وفي تواضعه الشديد الذي يجعله يقابل الصغير والكبير ويهتم بالجميع ويستمع باهتمام لكل صاحب رأي، وفي نظرته الثاقبة وحرصه على القيم والمبادئ والمحافظة على ثوابت المجتمع. كنت أنا من المحظوظين اللي تشرفت بأني أكون قريبا من سموه منذ صغري ومنذ بدايتي في الحياة العملية، وكسبت الكثير وتعلمت الكثير أيضا من خلال قربي له ومن خلال ما عرفته من شخصيته التي تعتبر مدرسة في الأخلاق وفي القيم وفي الوطنية وفي كل شيء. كل الصفات الحميدة تجدها في سموه. سموه هو من صنع تاريخ وطنه وليس التاريخ هو الذي صنعه. يعني سموه صنع تاريخ وطنه في كل شيء، في 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 سمو أخلاقه، في يعني تواضعه الجم، في جانبه الإنساني الكبير، في كذلك يعني قربه من أبناء الشعب الكويتي الأصيل وحبه لهم، والذي أيضا بادله نفس الحب والمشاعر. ولعل يعني أكبر دليل على ذلك إجماع الأمة وممثلي الأمة تحت قبة عبد الله السالم عندما تم يعني تزكية سموه وليا للعهد في عام 2006 في شهر فبراير. كان ذلك يعني شهادة ودلالة على حب شعب الكويت من خلال ممثلي الأمة والذين أجمعوا يعني بكافتهم وأجمعوا على يعني تزكية سموه لولاية العهد. سمو الشيخ نواف الأحمد شخصية قيادية زرع في نفوس الجميع حب الوطن والعطاء ليكون سموه عنوانا للمآثر ونموذجا للسياسي القيادي المتفاني ومثال رجل الدولة الكبير المتسلح بالحنكة والنضج والتواضع الذي جعله قريبا من الشعب. كل وزارة الداخلية صغيرة وكبيرة قالتها تعلموا الانضباط منه. كان الانضباط عنده بالدرجة الأولى، لأن بدون انضباط ما في أمن، وبالتالي كان همه أن يكون هناك انضباط سواء كان في الميدان أو كان في المكتب. وإنجازات كثيرة الحقيقة لا تحصى في وزارة الداخلية، كثيرة كثيرة ما يعني الوقت هذا ما يقدر الواحد يعددها يعني، لكن موجودة ومشهودة له. سمو الشيخ نواف كان يتبع سياسة الباب المفتوح، جميع منتسبي الحرس الوطني كانوا يقومون بزيارة سموه في مكتبه لشرح مشاكلهم، وكان يسعى لحل هذه المشاكل. أيضا لاحظت خلال فترة تواجده معنا ينزل إلى القاعدة لاستماع للجميع، وهذا وإن دل على التواضع والتسامح في شخصية سموه واتباع سياسة الأب لأبنائه بأن يكون دائما متواجد لسماع همومهم ومشاكلهم. سمو العهد كان حريص جدا على أن يستمع للأفراد قبل الضباط، فكان يحرصنا جدا أن نكون نستمع لهم ونوصل له الكلام، لأن هذا تطور
للحرس الوطني ما في شك، ويبي ان احنا نكون مثابرين ومحبين لهذا الجهاز بالذات. يعني ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا، ألا وهي الذكرى 10 لتزكية سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، فأننا نسطر بحروف من نور مآثر هذا الرجل الذي منح الكويت حبا وعطاء خلال مسيرة حافلة بالإنجازات ومرحلة مضيئة في سماء الكويت. يشرفني أن أبارك لسيدي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة مرور 10 أعوام على تولي سموه مسؤولية ولاية العهد، وسموه يحظى على ثقة السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير لهذا المنصب الرفيع لما قدمه ويقدمه سموه من تضحيات للعمل الوطني ولخدمة الكويت وأهلها. فألف مبروك لسمو الشيخ نواف الأحمد، وأدعو المولى عز وجل أن يحفظه دائما ذخرا وسندا لوطننا الغالي الكويت. فإننا حقيقة نهنئ أنفسنا بأن وجدنا قائدا حكيما عضدا لصاحب السمو حفظه الله ورعاه والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. نعم العضد ونعم الأب الذي وجدناه وهو وليا للعهد، فأخلص تهاني وبالغ الأماني بأن يمد الله تبارك وتعالى بعمرك يا سمو ولي العهد، وأن تنعم الكويت بظل راية صاحب السمو حفظه الله ورعاه وراية سموكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل العمر المديد والعمل السديد هو المصاحب لسموكم في كل فترات الحياة. نتقدم باسم آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 10 أعوام. والله هذه التبريكات لنا نحن كشعب قبل سموه، هذه الفترة التي بالفعل شعرنا بأن هناك إنجازات ووقائع فعلا استشعرنا بها. إلى سمو ولي العهد الرجل المتواضع صاحب الطيبة والأخلاق العالية والتعامل الجم مع المواطنين وسهرة على راحتهم، الحقيقة تهنئتي له بطول العمر، وأن يكون سموه يعني مثل ما عهدنا دائما بتواصل الكبير بينه وبين المواطنين، أن يطيل بعمره ويكون سند قوي لسمو صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. ندعو إن شاء الله مفر الصحة والعافية لسمو الشيخ نواف صاحب القلب الكبير والباب المفتوح، و يعني الرجل الذي يتلمس ويتحسس عن قرب كل ما يستطيع من قادته وشعبه، والعشر سنوات الماضية المنصرمة خير دليل على ما قدمه هذا الرجل، والخير بمقبال إن شاء الله. يا يبا ربيتنا وعزيتنا وعلمتنا نحترم الصغير قبل الكبير، ومحبة الناس حبونا بفضل تعليمك لنا، فهذه الأمور كابن أشكرك فيها، والله يطول لنا بعمرك ويخليك لنا ولأهل الكويت، وإن شاء الله نشوفك بصحة وعافية.